بنصبح على حضراتكم مره تانية. ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون معتدل على شمال البلاد، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني موجات متتاليه ومتلاحقه علينا، موجات حاره، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده. بالفعل ما زلنا بنتاثر بالموجه اللي اثرت علينا في معظم محافظات الجمهوريه، وهي موجه اخرى من موجات ارتفاع قيم درجات الحراره. اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه، لكن هي بدات معانا يوم السبت الماضي ومتوقع انها تستمر معانا على مدار الايام اللي جايه، يمكن حتى منتصف الاسبوع القادم مكمله معانا ارتفاع قيم درجات الحراره، لان ما زلنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه. الكتل دي مرتفعه في قيم درجات حرارتها بالشكل الكبير، بالاضافه كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، فبالتالي بيؤدي لارتفاع قيم درجات الحراره. تعتبر قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة بحوالي 4 لـ5 درجات. احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى توصل في الظل 37 درجة مئوية، أكيد احنا هنحس بقيم درجات حرارة أعلى من 37 لو اتحررنا تحت الشمس أو تعرضنا يعني لنسب رطوبة عالية في الجو. بالإضافة كمان محافظات الصعيد عظمى فترة النهار ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية، فبالتالي اجواء فتره النهار اليوم هي اجواء شديده الحراره في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه في المحافظات الداخليه. اجواء حاره على الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط خلال فترات النهار، كمان فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن الصغرى فتره الليل بدات تتاثر بارتفاع قيم درجات الحراره اللي بتشوفه فتره النهار، فبالتالي اجواء فتره الليل ما بين الاجواء المعتدله والمائله للحراره بقى صهد بالليل يا دكتور. يعني جو بالليل بقى هتحسي ان احنا في صهد برضو، ما زال ما فيش نسمه الهواء اللطيفه دي حتى مع مع يعني ظهور الليل او بدايه ان احنا مفترض تنخفض درجات الحراره شويه بالليل، لكن لا جو لسه حر بالليل. بالفعل لان قيمه درجه الحراره الصغرى بدات ترتفع، نسب الرطوبه كمان بدات ترتفع في الجو صحيح. حتى لو مش زي رطوبه فصل الصيف لكن بدات يكون في نسب رطوبه في الجو، وجود نسب رطوبه في الجو يخليني احس بقيم درجات حراره اعلى. الموجه دي متوقع استمرارها معانا في منتصف الاسبوع اللي جاي، فلسه مكملين في الاجواء الشديده الاسبوع الحرارة. الجاي احنا مستمرين حتى نهايه الاسبوع ومكمله الاسبوع اللي جاي كمان. بالظبط، يمكن كمان تدريجيا كل ما تقدمنا في ايام الاسبوع كل ما زادت قيم درجات الحراره. احنا متوقع ذروه الموجه دي نهايه الاسبوع بدايه الاسبوع اللي جاي، واللي فيها العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 40 درجة مئوية، ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. يمكن احنا دايما معتادين كل سنة على الموجات القصيرة، ده طبيعي ان احنا نشوف موجات ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لكن لما اعتاد على الموجات الطويلة بشكل كبير. طيب ده خليني اسال حضرتك سؤال مهم جدا، هل التغير المناخي اللي بيشهده العالم كله هو ده اللي مأثر علينا بشكل كبير، ان احنا الموجات بقت طويلة، الصيف بقى بيبدأ بدري جدا يعني ده فصل الربيع، احنا المفترض ان درجات الحرارة ما تكونش بالصورة دي، حتى لو موجات تختفي بعد يوم 2 3، هل ده وكمان الشتاء بقى شديد البرودة، هل ده ليه علاقة بالتغير المناخي بشكل كبير؟ طبعا التغيرات المناخية بتأثر بشكل كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع قيم درجات الحرارة العالمي والاحترار العالمي. احنا كل سنة بيحصل قيم درجات حرارة في متوسط درجات الحرارة العالمي، قيم درجات حرارة غير مسبوقة. العام الماضي في شهر 7 وصلت درجة الحرارة في سطح الكرة الأرضية في كل 17 درجة مئوية، وال 17 درجة مئوية معناها ارتفاع بقيمة درجتين عن الطبيعي اللي المفروض نكون عليه، فده طبعا بيؤدي لمزيد من التغيرات المناخية. التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والاحترار العالمي ده اللي بيؤدي لان احنا بدأنا نشوف ظواهر جوية عنيفة، بدأنا نشوف يعني أشياء لم نعتاد عليها زي طبعا التحام موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة، أو حتى كمان إن الموجة بتاعت ارتفاع قيم درجات الحرارة بقت طويلة بالشكل الكبير. فيمكن ده بس مش موجود في جمهورية مصر العربية، ده كل دول العالم بتتأثر بالتغير المناخي وبتتأثر بالتقرب المناخي والظواهر الجوية الغير معتادة والظواهر الجوية العنيفة
لكن كل دولة بتتأثر حسب طبيعتها وحسب موقعها الجغرافي. احنا بنشوف دول بتتأثر نتيجة الاحترار العالمي. دول اوروبا الصيف اللي فات كانت بتعاني بشكل كبير جدا لان هم مش متعودين على درجات الحرارة المرتفعة دي، لكن بالنسبة لنا هنا في مصر هل شايفة حضرتك ان درجات الحرارة الصيف ده هتكون مرتفعة عن يعني اي سنة من السنين السابقة؟ يعني هنسجل درجات عالية جدا فعلا؟ هو طبعا من خلال يعني التنبؤات الفصليه في الهيئه العامه للارصاد الجويه معدلات قيم درجات الحراره في الصيف السنه دي صيف 2024 هتكون اعلى من المعدل الطبيعي وهتكون قريبه الشبه لصيف العام الماضي، هيكون في ارتفاعات ملحوظه طبعا في قيم درجات الحراره. هو احنا صيف جمهوريه مصر العربيه هو الصيف اللي بيحصل فيه ارتفاع في قيم درجات الحراره، لكن هيكون فيها طبعا موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره، موجات شديده في الحراره، ممكن نشهد الموجات الطويله بشكل كبير، قيم درجات حراره اعلى من المعدلات. ده طبيعي ان احنا هنشوفه في الصيف ده ان شاء الله، وده من خلال التنبؤات الفصليه. دايما التنبؤات الفصليه دقتها بتبقى قليله، لكن اكيد هنشوف موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره، احنا شفناها في الربيع. بس خلينا نقول كمان ان قيم درجات الحراره اللي احنا بنسجلها في فصل الربيع بتكون اعلى من قيم درجات الحراره اللي بنسجلها في فصل الصيف، خاصه في النص الثاني من الربيع، لكن مش محسوسه بالشكل الكبير اللي ما بنحسهاش كل سنه بسبب انخفاض نسب الرطوبه، لكن في فصل الصيف نسب الرطوبه هترتفع بشكل كبير، ده يخلي حتى لو قيمه درجه الحراره 37 او 38 نحسها ازيد من ال 40 بسبب ارتفاع نسب الرطوبه اللي هنشوفه في فصل الصيف، لكن بناكد على كل الساده المواطنين. يعني حضرتك بتقولي ان درجات الحراره في فصل الربيع دلوقتي اعلى من درجات الحراره اللي هتكون موجوده معانا في فصل الصيف؟ طبيعي جدا. ايوه، ان احنا في فصل الربيع بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله، مش بنسجلها في فصل الصيف، بنسجلها في فصل الربيع وخاصه طبعًا. في النص الثاني يعني في الوقت ده من فصل الربيع، لكن احنا مش بنحس بيها لان الرطوبه طبعا بالظبط. الرطوبه عامل مهم جدا ويمكن ده اهم عامل في فصل الصيف اللي بيخلينا نحس بالارتفاع الكبير في قيم درجات الحراره. عشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين درجة الحرارة المحسوسة اللي انتوا هتحسوها تبقى اعلى من اللي احنا بنقولها في النشرة طبعًا. ان شاء الله احنا في القريب هنبدأ نعلن عن درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ازدياد نسب الرطوبة في الجو، بس بالاكد لازم ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان أكيد. لان طول الموجة نفسها ممكن يخلينا نحس اكثر بارتفاع قيم درجات الحرارة. فترة الظهيرة بقدر الامكان نتجنب اشعة الشمس بشكل مباشر، بلاش نتعرض لاشعة الشمس فترة من الساعة تقريبا 12 الظهر ل 4 العصر. صحيح. لو انا اضطريت تبقى صعبة قوي في الشارع بالظبط، لو اضطريت ابقى موجود في الشارع كمان يبقى معايا غطاء للرأس شمسية او كاب اي شيء يحميني من اشعة الشمس. صحيح. عدم الوقوف تحت اشعة الشمس فترات طويلة عشان ما يطوفش بيه الاجهاد الحراري، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، ده شيء مهم أكيد. جدا. طيب انا بس عايزه اسال حضرتك على حاجه مهمه جدا قبل ما اختم مع حضرتك، خصوصا بالرياح. هل فعلا في رياح مثيره للرمال والاتربه زي الايام اللي فاتت شهدنا مع ارتفاع درجات الحراره؟ كان في رياح مثيره للرمال والاتربه خاصه على المناطق المكشوفه واللي ليها ظهير صحراوي؟ هو طبعا هيكون في نشاط للرياح، يمكن اليوم هيكون في نشاط للرياح في معظم المحافظات، لكن هيكون اليوم غير مثير لاي رمال واتربه، يمكن كمان حتى الايام اللي جايه لو هيكون مثير للرمال والاتربه هيبقى في مناطق معينه زي جنوب سيناء او محافظات شمال الصعيد، القاهره الكبرى والمحافظات الشماليه ان شاء الله مش عليها اي اتربه ورمال مثاره، ونشاط الرياح بيلطف الاجواء نوعا ما فترات المساء وساعات الليل بعد الارتفاعات اللي هنشوفها فتره النهار. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدا من القاهره العظمى 37 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 37 23، اسكندريه 30 22، العلمين الجديده 31 21، مطروح 29 21، دمياط 30 22، بورسعيد 31 23، اسماعيليه 37 21، السويس 37 21، العريش 32 20، كاترين 33 15، طابا 36 23، حلايب 36 27، شلاتين 38 28، شرم الشيخ 40 27، الغردقه 39 28، الفيوم 39 25، بني سويف 39 23، الوادي الجديد 44 28، اسيوط 40 26، سوهاج 42 27، قنا 45 28، الاقصر 44 27، واخيرا اسوان 45 29. للاسف الموجه الحاره مستمره معانا مش لحد نهايه الاسبوع ده، لحد منتصف الاسبوع القادم، عشان كده نخلي بالنا من ارتفاع درجات الحراره، نخلي بالنا ان احنا ما نتعرضش بمباشره لاشعه الشمس خاصه في وقت الظهيره.
وخاصة كمان لكبار السن والأطفال، ولو مضطرين ننزل لازم يكون معانا غطاء للرأس أو كمان كميات مية تكون ساقعة شوية علشان نقدر نتغلب على درجة الحرارة. بشكركم يعني طبعا، وبتمنى إن احنا كلنا نتابع التعليمات كويس قوي عشان يعني ما نبقاش مصابين بالإجهاد الحراري، خاصة إن احنا درجات الحرارة فعلا مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية مثل هذا الوقت من العام.